كلشي ما بيه متر. اوكي يقع ضمن خانه الاوسيلوني بستوري. هسه تجيكم ايش كيسات؟ شو تسوون؟ مثلا هذا عليه فراكشر امالجم ريستوريشن. اللي عليه يصير فراكشر كومبوزيت ريستوريشن. وات تو دو؟ اراكم. وات دو يو مين باي اوفرلاي؟ شنو الفرق بين الاونلاي والاوفرلاي؟ على صوتكم ترى انا هذا سيدي تصور تنكسر والله تنكسر الحافه. لا ما تنكسر. على التراب او على الارض ما تنكسر. تنزل بس ما تنكسر.
هاي الخاصية احنا اسمها بروتونس او فراجيلتي. هاي الامونجوم بهاي الامونجوم بها هو سترونج بروتون. شو وقت يصير سترونج من اكو شيء جوا، شو وقت يصير بروتون من اكو شيء جوا. اوكي على قولتهم شيء بالشيء يذكر يعني. شنو الادفانتجز مالته؟ طبعا استاتيك جود تشو ريسبونس اذا انحط سبتم جاي قوي، وير ريزيستنس ما يصير بي ويرين، بس يصير ويرين وين؟ بالشي المقابيل يعني اذا تحطه بالاور السن الجوار يصير بي ويرين. شنو الليميتيشن مالته او ديزادفانتجز؟ تكنيك سنسيتيف طبعا يحتاج يتطلب ايزوليشن وبوندينج وهاي الخطوات المزعجه كلها. بروتونز اوف ذا سيراميك حكيناها يعني مقارنه بالمتر سيراميك كام ليش كونزرفتيف كان بي اف ام. ليش كونزرفتيف؟ هو المفروض بالعكس مو كونزرفتيف. ليس كونزرفاتيف فقط جهتين اللي هي بروكسيمال اند لينجوال سيرفيس فيشالي او بكالي مور كونزرفاتيف. هذا الحكي من الكتاب انا كتبته. الكتاب شو يقول؟ كانوا قبل المتل سيراميك ما يحطوا على جهتين اللي هو الفيشال واللينجوال، كانوا اللينجوال يبقى متل فيشل يجي متل فوق السيراميك لحد الان يسموه الفيسن. ليش؟ على مود قوة. قلت لكم هذا الكلوجن مناسب دائما، فالقوة ما ينكسر من السيراميك ويحافظ على البلاتر سيرفس ما ياخذ زايد. ليش؟ لان المتل سيراميك قلنا يحتاج طبقتين، واحدة للمتل واحدة للسيراميك. بس قلنا انا مور كونزرفاتيف ليش اوي ولينجوالي بروكسيمالي ليش كونزرفاتيف؟ تو قلل الحكي قلل. امبارح تذكرون ايش قلنا بالشولدر فينشنج لاين؟ قلنا بالاول سيراميك لازم تسوي شولدر. ليش؟ لان هو اللي يمتص الفورسز الفينشنج لاين. فهذا الفينيشنج لاين 1 ملم راح نسويه هو راح ياخذ مور كلوز ستراكشر، فلهذا ليش كونزرفت. اوكي بما انه نحتاج سيركمفيرنشال شولدر تايب مارجن وورسنينج بروتنس هاي النقطه الاولى ولاك اوف ذا رينفورسنج سب ستراكشر ما في متر هاي النقطه الثانيه لهذا نحتاج شولدر مارجن تايب اول اوف هاي ويرينج اوف ذا اوبوزنج دنتيشن هاي ديس ادفانتج. اول سيراميك ار نوت افكتيف از ريتينر يعني ما نقدر نحط عليه سي كلاس اذا اشتغلنا صناعه اوكي وكوست اون تايم نوت افكتيف ان ماسكينج ذيس كولر ابوتمنت يعني هيجي كيس اذا تحط عليه اول سيراميك راح يبين بين ديسكولريشن الجو لازم ايش يسوون؟ يسمون سمنت مالتهم السمنت مال لازم مالتهم لازم اوبيكا او اوبيك لان الاوبيك يعني عبر لايت او تاخذ تجيب هذا الانتي شيد شيد سلكشن تسوي مالتك للدنتين هذا انتي شيد سامعين بي؟ هذا انتي شيد اسمه هاي مكتوب انتي جو عندي يعني شنو ناتشرال دنتين فهذا كنت يبيعه تحطه هيك بصف السن وتدزه للمختبر هو يشوف شو اوكي لو ما تو يسالك يقول لك شنو هذا في ديسكلاريشن لا اخذ لي عندي شيء زين دكتور بس في دنتين في كلام لا في 10 الوان بس انت اقرب ثلاث الوان تحطهم بصف السن وتاخذ الصوره وتدز الصوره للمختبر هو راح يسوي لك ماسكينج ماسكينج ذير نوبات الديسكلاريشن كلش قوي وانت تريد تحط له اي ماكس فشو يسوي؟ يسوي لك الكراون تو بارتس اول شيء يسوي لك كور تلزقه
اللي هي يصير عبارة عن قشر رفيع، بعدين تنسجل الكرام. أوكي؟ هذا عندي شيء. شنو الانديكيشن أو فورسيراني كوستوريشن؟ نيجيك واحد اللي هاي أستاتيك ريكوايرمن. من عندك considerable proximal and facial caries يعني قوية ما تقدر تعوضها بكومبوزيت، تضطر تسوي اوسيراني كوستوريشن. limitation of اوسيراني كوستوريشن شنو؟ deep bite. deep bite يعني شنو؟ decreased over jet over شنو؟ vertical over. من عندك parafunctional head هيجي كيس ما يصير كذا اوسيراني. أنا إيش قلت؟ قلت limitation. هو قلت ما يصير نهائيا limitation. إذا عندنا هيجي كيس unfavorable distribution of occlusal force هم ما يصير، يعني واحد هيج واحد هيج واحد هيج. هذا unfavorable distribution of occlusal load. لازم عندك occlusal contact مالتك اللور on the center of the palatal surface of the other. هيج occlusion يلا تقدر تحط عليه اوسيراني. هاي الصورة الثانية. هذا ليس. هذا ليس. لا لازم السنتر اوف ذا كونتاكت هاي. فوق السنجلوم شوي. ليش ذا ريج ريليشن شيب از كونترا انديكيتد فور اور سيراميك استروجن؟ شورت كلينيكال كراون اهميته. ليش؟ نفس الشيء قلناه. ما في مثل سب ستراكشر يصير راح يصير بس ما تقريبا فين تصير. هذا البير البارحه شرحت لكم عليه، قلت لكم الفينير بير يصير ثري ويل، يسمى ثري ويل بير. هذا شنو وضعيته شباب؟ دير. ايش قد تنشدوا فيه؟ لا مو تنزل عادي، تنزل بتو بليت بس انا حايك مياه. الضغط حيل هو يوقف بعد مين ضغط. وراها شو تسوي؟ تقلب الرصاص ترسم وقتها الجروب تلونه. تبدي تحضر بهذا لحد ما يروح اللون مال قلم الرصاص لونه. اوكي؟ هذا من تريد تشتغل شغل علمي صحيح. تريد تبقى بالانما. ما تريد طبعا تبقى. ليش نبقى بالانما؟ على بس تنزل براسك. لا كلر يا معبر. على مود انت بس تنزل الدنتين بعد راح البوندر كله. فهمت علاوي؟ بس سنسيتيفيتي. وانت راح تعوض. شنو سنسيتيفيتي؟ شباب احنا دائما في اللامينيت فينير وانتم اللي تشتغلون لامينيت فينير دائما خليكم بالام. كل ما يكون مينيموم بريبريشن كل ما احسن. بالاونه الاخيره نزل نن بريبريشن. نن بريبريشن اللي هو اقوى انواع بوندنج. ليش؟ لان ما سويت بريبريشن هنا فهنا ما عندك وايد. يعني شلون تقدر تسوي بوندنج يعني؟ شلون؟ سبيس مين هو اللي يجيك من حاط كومبوزيت هنا 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 يريد يحسن الموضوع يريد ديسكلاريشن شوي يصير بيض يريد الشكل او سبيس ما عنده مشكله اسنانه طبيعيه بس عنده سبيس يريد يسوي لامينيت ان شاء الله تجميليه.
فانت حرام ما تتوخى الليل عمود، ليش تتوخى؟ تريد تتوخى؟ طيب نص من الليل. اوكي؟ بس قبل ما تحضروا تذكروا هاي النقاط. اول شيء شنو؟ التراكشن كورد كيس. ذا ماست. ليش؟ حكينا هذا ديفيوز ميكانيزم يسوي لكم التراكشن للبث. اول نقطة تحطون التراكشن كورد. طبعا التراكشن كورد بالبداية المحطة راح اشوف شوي بيصعب. شلون يتعلم؟ يحاول يجيب التراكشن كورد يدخله بين الظفر وبين هذا الظفر. يحاول يتدرب على صابعه. إذا أديت نفسك طلع جميع يعني انت شنو؟ رابط بعد ترين. حد ما تقول تفوته بسهولة. زين؟ تشتري من هذا الانسترومنت وتشتغل به. طبعا اكو كيسات ما يضر. أو مزعج مو صوتكم صوت اللثه مال المراجع بها التهاب يصير بيد قوي نوبات اللثه طبعا بها انواع اكو ثك جنجايب الباي جايب اكو ثن او بالثن مشكله ما يطبع عنده التراكشن الحل مالتها لو تجيب سايز صغير تربل زيرو اربع اصفار ثلاث اصفار لو ما تحط التراكشن خصوصا هاي وين باللور سايزز تراكشن بيس ما يفوت عندك او تراكشن بيس اذا عندك التهاب قوي لا تاخذ طفل حضر كمل حط له تمرين قول له اسبوع 10 ايام تعال يوقف عندك يبين لا تاخذون طبعا الابنينج شباب ما تطلع ما تطلع نهائيا انت شو سويت بالبرج يا شباب؟ لا والله بس يعني يدي على ممكن مقابل يعني شوية شوية بس ليش تضحك؟ شو قلت لي ايش يعني تضحك ليش؟ لا والله سؤال حلو البليدنج اذا صار عندكم يا اما تحط هيموستاتيك ايجنت يبيعوه علاوي يبيعون هيموستاتيك ايجنت شنو؟ دار ايجنت دكتور نسوي ايجنت شنو؟ ايجنت هذا نسوي على الدكتور ما ادري مين هذا هو قال لي ايجنت ولا ما بس يعني ايجنت يسوي بالعكس يسوي هو اللي بعدد ما يشتغل ها؟ اللي بعدد ما يشتغل ما جربته يعني ما قاعد افتهم شنو؟ يعني دار بليدنج ما دخل حط ايش ليش مسج مسج هو مسج لي بليدنج لا 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 دكتور بليدنج انت عجبك انا وصلت لك لا سنتين صفر شيء والله بس انا معلي ايش طيب انت تسوي كومبوز التوبات توقع قطره يصير بليدنج لا جرب احتسب بس شباب اكو هي مستاتيك يجي طبعا انت شايف انت شايف هذا ستاتيك ايجنت المفروض ينحط قبل 7 ثواني اكو عصاره مال التراجن ويجي بيها يقعد تب ام البرش تب ام البرش فانت تضغط وتحرك داير وداير تضغط وتحرك داير وداير وتعوفه طبعا بس 5 دقائق ادرس له بالماء راح يوقف بس شنو يوقف على قد الطاقه فقط يعني مو يوقف ساعتين لا على قد الطاقه وهذا لم يومك اورايد بس مو اي واحد يستخدم. انت عشان ليش شركة فيها مواد مواصلات غريبة. جربها انا ما عندي. مهم. بس الفكرة الرئيسية يعني انا وصلت لمرحلة اذا اكو بليدنج ما خطر. حط له تمبرورين قول 10 ايام وتعال. ما اثبوش. دوكسي سايكلين مرة واحدة باليوم كلش كافي. اوكي؟ 10 ايام قول له هذه لثتك بتنزل تخبي. تجي كل شيء وصل والتراكشن كورد يقعد عدل يعني هسه هاي مثل ايش قلت تشتغل بوايس تحضير مالتكم لازم يصير يونيفورم برودكشن لازم نعطي لهم سبيس كل ما سبيس اكثر كل ما استاتيك احلى
تقول مجال قلت لكم البارحه ابو السيراني من يشتغل من عنده مجال هوايه راح يحط اكثر من طبقه يعني يحط طبقه يطب وبفرد طلع يحط طبقه يطب وبفرد ويطلع يتفنن هو يقوم يتفنن كل ما يزيد الطبقات كل ما يصير السن احلى. طبقتي يعني اذا اعطيته 2 مليم خوف الله عليك يعني يقدر ياخذ راحته بالشغل. بس انت اذا ما بطي نص مليم شو يسوي هو الرجال يعني يحط يطب وبفرد يطلع ينزل فيها. مارجنال انتجريتي البارحه شرحنا عليها. زين. هاي كلها شرحناها البارحه. طبعا انجلز البارحه قلنا لازم شارب انجلز مال سموثنس اول اراوند شلون يسوون سموثنس هذا مال ايف هذا مال ايف كلش زين حلو تحطوه مال شركه ايف جوزي تحطوه اول اراوند تسوون بولشين فينشينج بولشين يطلع لكم ايفز اوكي طبعا زاويه 90 بعد واحد ما حد يستخدم زاوية 90 قلنا البارحة شو تسوي ستريس بوينت ينكسر السن مو الكراون السن ينكسر هاي البارحة قلت لكم عليها المصطلح لازم من تشتغلون بيراتكم كلها تعرفون هذا البير جهد قياسه هذا التيبر نفس ما تجهد اوكي على مود تكون فانكشن لاين مود هسه هاي اللثة تعتبر هيلث هذا البريدنج ميث انا الهدف محقق له طلع الفينشنج لاين اذا الفينشنج لاين هذا ما محقق الهدف ما طالع تحط انذر ريتراكشن بوينت اذا ما طلع تحط انذر ريتراكشن بوينت لحد ما يطلع عندك الفينشنج لاين اوكي من تجي تاخذ طبعه شيل الفينشنج ريتراكشن كورد فوق راح يبقى عندك سبيس تفوت الماتيريال بي واضح؟ طبعا ايش تحتاج؟ تحتاج بيرات راوند والفلات اند والفوت بول والويل هذا يسمى الويل هذا اللي قلت لكم عليه البير الاحمر ما ادري من قال لا هو احمر اصفر اي صح هو اكو اصفر واكو احمر بس الاحمر هو احلى شيء بالفريشن هذا رهيب الاحمر اول شيء تبدون تشيك ذا كلوجن اول خطوه تشيك وين الكلوجن طبعا هسه هاي الكيس فور سيمي فيست متر وراها بيش مثل الانسايز الايدج يا اما بيع عادي بعدين اقيس كريك بيريود انتر بروب يا اما البارحه قلت لكم عليه الديف اي الدير ابو الديف يجي هو يوقف من كيف تبخرون واحد ونص وتعرفون نص المن بالبولشين وفينشن النتيجه راح تصير عندكم اثنين الانسايزر والدشن. هاي شوفوا هنا قسناه بالبريود انتر بروب، ايش قد عندي؟ طول الليل الين انا هنا كافي اجيب بير واطير هذا البينات. هذا البير بير اطير. نجي ناخذ الشامبر. شيك تكنس اوف ذا بير. ناش قد طالع عندي؟ 1 مللي. نحط ديبث جروف 1.2 مللي مخبر مثل اساس الارض السفاير قال لها انا فكر ريدكشن 1 ونص طبعا انت ما بتنزل هسه قست البير 1 مللي تنزل بيه كله لازم كله يفوت وراها تجي بالقلم الرصاص تاشير وراها تسوي ريموف ذا تو ستراكشر بتوين ذا جروف حد ما يروح اللون الرصاصي مال قلم الرصاص توقف تبقي نص للفيجن والبولشن طبعا انا هنا هاي الكيس ما اشتغل اول شيء قلت لكم افتح الكود واحط ريتراكشن كود يلا ابدي بال ليش اصير؟ اثنين انا فينشنج لاين حطوا من البدايه ارتاح نفسيا. الفيشل سيرفس تشتغلوه بزاويتين او تو بلين واحد اول بلين سيرفايكل بلين ثاني بلين سايزر بلين على مود يصير عندكم جماليه للجماليه لان اذا سويتوا فلات نطبع على من قدام ما حلو سووه قوس اوكي يعني ما يلو ايديكم انت تشتغل سرفايكل ما يلو بعدين اعدلها بعدين ارجع ما يلو 3 بلين
تشيك هم من الدفع برماتك تفتح الكونتاكت بهذا البيض رفيع. طبعا هنا اغلبنا اللي يفتح الكونتاكت طب يضرب المصفه. انت المصفه حتى لو ما ضربته بس طخيته راح يصير بي رفنس. ومن صار بي رفنس راح يجي بي شنو الفوت راح يصير كيرز بمستقبل. اي حط باند منه ولا ما قبل باند منه وافتحها بهيج بيض قبل لا تشتغل الفيوجن سيرفيس على مود تحط التراكشن فيه. زين طبعا من تفتح الكونتاكت يعني مو بس من فوق من جوه على مود تقعد عندك التراكشن فيه فعلى مود لا تضربون الادجيسنت تيث حطوا باندات ولا ما قبل واشتغلوا براحتك. هو هنا ما يحط باند هو يفتح ليب يبقي ليب ويطق بالجنجايبل البارحه كنت لكم عليه جنجايبل راتشت يسميه او جنجايبل ترمر. زين بس طريقه مزعجه طول. زين انت نفس لا انت من هذا بس تفتح بيه الكونتاكت بعد ما يشتغل تبدي تكبر شويه شويه اذا راسا تاخذ هذا يطف تبدي تكبر بالبيارات. زين؟ يعني بيارات اول شيء هذا الرفيع. اي هذا تفوت البير اضرب بيه جنب عادي افتح الكونتاكت من فوق يجي بعدين البير اعرض من هذا شويه بعدين يلا تجي على هذا البير. زين؟ تحول على الليبرو سيرفيس او البليتر سيرفيس هذا البير. هنا لكم ملاحظة مهمة جدا. هاي المنطقة أهم منطقة بالليمبو سيرفيس أو بالبليتر سيرفيس. هاي. هذا الروتيشن كله يجي هنا. أوكي؟ فدائما حافظوا عليه. زين؟ هذا الديسك طبعا كلش مهم شيء ربي. هنا احب اوضح لكم شغله اغلبنا هنا يغلط من يشيك يقول انسى الطريقه على مود انت هنا سبيس على مود يجيك هاي سبوت ايش قدر يتم تمني فالكلوجن من تشيك يكون مو بس سنتريك لازم سنتريك او سنتريك يعني سد هو ساد الى حركي حركي بعدين رجع وتتباع يعني قدم بروتروسيف بروتروسيف وسنتريك لا تروح شلون تشيكون انه عندك توبيليوم او لا؟ روبين تجيب واكس شنب احمد واكس هذا يمكن العود ما تولي انت تحتاج تولي شو تسوي؟ مك تولي وعاء عليه اذا طلع السن نحتاج يعني اقل من طول اذا ما طلع يعني انت بالسيف واضح؟ مو بس بالانتيريور بالبوستيريور بالسيفن بالسكس تقدر تباوع طاب جوي اذا تباع راح تباع بس البكر سيرفس اللي هو سيرفس ما تقدر زين بروب طب بروب ما تكتب اجيب واكس همينه وخليه عض عليه اذا طبع طبعا الواكس مو بس يعطيك مكان لازم تشيل منه فهي احلى طريقه نبات كله اوكي بس الكسم من الكسبات راح يطبع عندي انت شيل الواكس تقول بشوف هذا اللينجوال انا ميجو لينجوال كسم طبع تروح تنقص بس من الميجو لينجوال كسم طبعاً لما تفصيل سيراميك 1.5 لو سيراميك 1 أخطاء مميتة تؤدي إلى أول سيراميك فراتشا شنو هاي الأخطاء المميتة؟ واحد قلنا شارب ايج قلنا شارب ايج يسوي ستريس بوينت وسي يعني نبات يجيك انت كطبيب يجيك صاير بيه فراكشر منه تقول انا شنو بيش غلط ما غلط شيء انت
حتى ماكل عليه تقول له مراجع حتى ماكل عليه شوف شنو يقول لك والله ما ماكل يقول له يا معور بطلين يقول لك والله ما ماكل دكتور هو ما ليش كذا صدق ما ماكل بس انت عارف شارب ايش هنا بهذا فانكشنال كاست اللي واحد كنا لازم يسوون بابل هاي شارب ايش هي كسرت الاوكسجين هاي البارحه قلناها جيشن ما ادري هو اللي نمول هاي هم يلا يشوفون هاي ستريس بوينت هنا رف مارجن هذا الرف شلون قلنا نسوي له سموث نس اكو بيئه بس تب مارجن بالسكيلر تب مارجن سكيلر اكو دائما تحطوها وتمشوا عليها هاي رخيصة يعني موجودة متوفرة أي مكان تحطها بالسكيلر وتعليه طبعا وذاوت ووتر هم يعني شلون تمشي على الفينشنج لاين يسوي لك سموذنس طالعة صورة جميلة عندك سؤال؟ هاي قبل تسأل وود بيكر سكيلر اكو انواع هواي وود بيكر عندهم المدري عندهم كلهم عندهم انا عندي مال وود بيكر عادي ثلاث اربع انواع اكو خشن اكو ناعم بس حسب بس هذا جهاز مال الاوروبيين اي مو مالتنا هذا غير جاي من الانترنت مال ويت بيكر موجود بس شو اكثر يعني هيجي تمشي بناين هذا ما مضبوط بشوفون الرفنس ما مضبوط هذا مشي على السكيلر اوكي طلع الكلام كلش كذا مشي كلش هذا مشي يعني مشي مشي بس هو ما يسوي يعني كاتين هذا اهتزاز سكيلر يعني بس يعدل بس تبعي كارس البارد زين يعني هسه هذا الفينشنج لاين هذا كسبت شنو؟ شنو هاي الصورة الجوة أو إذا أنت تفيد تريد تشتري هذا الكيت كامل وظل تنعم أو هاي الدسكات إذا تريد تشتغل شغل احترافي أو يسمونه مينيمال بيزك بريبريشن فش تسوي؟ تاخذ طبعة والصورة تسوي عليها جايد يسمونه سيليكون جايد ترجع تاخذ طبعة بالسيليكون للصب مودل زين وترجع تسوي بريبريشن وتقارن وتقصه طبعا السيليكون وتقارن تشوف ايش قد نزل يعني تقدر هنا تسوي بريودنتال برو تشوف ايش قد نزل نص مليون هذا يا كاب اوكي ما تريد تشتغل فيه يصير عندك يعني بريبريشن علمي هاي طبعا هذا السيليكون يسموه سيليكون جايد او سيليكون انجز اكو فيديو باليوتيوب يعلمكم شلون يسوي كتبوا بس كتبوا باليوتيوب لامينيت بينر بريبريشن يوزنج سيليكون جايد او سيليكون انجز ويعلمكم بالتفصيل شلون تقصوا بالموس وشلون ترتبوه حتى يطلع لكم التحضير ايديا هسه شوفوا هذا العدسه شلون حلو طول اللي منا 1.2 منا 1.1 منا 1 منا ليش انا اخذ هو اشي هو على البيش يعني اشي بصوته وبعدين اطلع صوته ما فهمت سلايد ردوا طلع الفيديو على اليوتيوب واشرح كلام تفصيل مكونات الأول سيراميك المكون الرئيسي الفيلد سبار احنا مو بالكومبوزيت عندنا 2 بارتس او 2 ستيج شنو هي؟ كومبوزيشن فيلر وريزن مو؟ الأول سيراميك هم نفس الشيء ريزن ماتريكس مالته شنو يسمون فيلد سبار اللي هو شنو هو؟ اللي هو حجر يجيبون من الجبال او
هو الكلاس شنو السيراميك منين يجي؟ متر اجل بول رئيسي مش عارف ايه. فهذا المكون الرئيسي يسموه فيلد سبار. الفيلر مالته شنو؟ الكلاس او يسموه كوارتز. الموعون هذا يحطون بيه الكوارتز. اوكي؟ كاولين كاولين يعني طين حر يربط هذا بهذا مثل الكومبوزيت. وعندنا كوبلنج ايجنت يربط الفيلر بالرزن تذكرون؟ هذا هنا كوبلنج ايجنت ويضيفون له بيجمنت ايضا. لو باع تقريبا فيسبوك يقول لك عندنا نوع من انواع السيراميك يسموه فيلد سباثيك سيراميك اللي هي 16. فيلد سباثيك يعني شنو؟ يعني بس فيلد سباثيك ما بي فيلر فينطيك جمالية عالية. نوبات يقول لك هاي كلاس كونتاكت سيراميك يعني بس كوارتز ما بي فيلد سبار فينطيك قوة عالية بدون جمالية. اوكي زين سيراميك از بروتو سو وات تو دو شلون نقوي؟ خاصية اسمها ستريس اندوس ترانسفورميشن. يعني شنو؟ تشوفون هذا الشارت زربونيا طبعا تيجي قبل تيجي عبارة عن طول باور لوكي. اوكي طب للفرق والله بالمختبر من يخلطها يطلبوها للفرق من يطلبوها للفرق طبعا ثم درجة حرارتها كلش عالية. الجزيئات مالتها قبل طب للفرق عبارة عن مونوليثيك يسمونها. مونوليثيك يعني شنو؟ فشي فيزيائي وحادي ترتيب يسموه مونوليثيك. يعني فالناس مرتبين بصيغه معينه شلون اسدد عليكم هاي نسميها مونوليثيك. مثلا بنطبق هذا الفرن قعدتكم هاي تغيرت، ناس راحت هناك، ناس راحت هناك، ناس زلت هنا، ناس زلت هنا، تغيرت ترتيب الجزيئات تمام؟ سموها تتراجون. هم احنا نريدها بالتتراجون. ليش؟ بس راح تشوفون ليش. شلون نثبتها بالتتراجون؟ ضافوا لها اوكسايد يسموها يتريا اوكسايد. اذا ما يضيف هذا بس يطلعها من الفيلم ترجع مونوليثيك. اذا ضاف لها هذا تبقى تتراجون. اذا حماها زايد تصير كيوبك. كيوبك احنا ما نريدها. الا استخدامات سواها تتراجونال حطها بسن المراجع قبل هاي نسيت شغله. من تحولت من مونوليثيك الى تتراجونال حجمها قل صار بيه شوي. ايش قد مقدار النقص؟ 4. من تجي تحطها بسن المريض او بالاستخدام من يصير بيها كراك او صار بيها ستريس ايش ترجع تتحول؟ من التتراجون وين ترجع؟ للمونوليثيك. الحجم القل اثناء الطبخ 4% راح يرجع يكبر الجزيئات تكبر. من الجزيئات هاي تكبر تصير قد هاي ايش راح يصير؟ ضغط على الكار فيوقف الكار. اوكي هاي الخاصيه يسمونها ستريس اندوست ترانسفورميشن.
نزل دوني تو بارتس او نوعين، اكو شيء يسموه مونوليثيك زردوني، اكو شيء يسموه دا باي لاير زردوني. مونوليثيك يعني شنو؟ يعني تستخدم فقط زردوني واحده، طبقه واحده. باي لاير يعني زردوني فوقها سيراميك. ليش؟ جمالية. هذا نستخدمه بالانتيريور، هذا نستخدمه بالبوست. اوكي؟ اكو هسه مختبر اسمه بريتاو. اي عند الزردوني انواع يقول لك 5D 7D او 4D، او لو بعض المختبرات يقول لك لاير زردوني تريدها لو مو لاير يسموها فول اناتومي. انت حتى لا تدوخ، يعني شنو قصدي؟ يعني قصدي يريد هذا المونوليثيك لو لاير، يعني تريد زردوني وحده ويحط فوقها سيرامي. طبعا انت هنا على حسب الكيس مالك، اذا بوستيريور مثلا لور 7 لور 6 فما تحتاج تقول له لا سوي لها فول اناتومي او فول بودي. هم بالمختبرات يسموها فول اناتومي. اوكي؟ اذا احتاجت بالانتيريور بارت قول له سوي لها كات بارك. يعني شنو كات بارك؟ يعني سويها لير بس وين؟ بس بالفيشل سيرفيس. الانفور سيرفيس يبقيها زردوني. اوكي؟ انت كل ما تحط سيرامي كل ما قللت القوة على حساب الجرماني. طبعا خشموها الاول سيرامي كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا. اول واحد ها هاي هنا تشارت شو بين لكم حتى تفهمون الاول سيرامي. تخيلوا عندكم هيك حوض فيه مي فوق بالمي شكوى احجار او حصن. بالنسبه للمي هو نسحنا حتى بالكومبوزيت يصيح له رزن ماتريس. بالنسبة للحجارة والحصب شو يصيح له؟ كذا. فكل ما زيد رزن ماتريس كل ما جمالية شو يصير بيها؟ أو الأوبتيكال بروبرتيز تعلى. كل ما زيد الحصب أو الحجار ماتك السطل مال الماي كل ما يقل الماي بس شنو على حساب شنو؟ ميكانيكال بروبرتيز يزيد. بالنسبة للتناسب. أوكي؟ جواب واحد. عندنا الغلطه السيرامي ثلاث انواع اللي هو بري دومينانت كلاس، كلاس وطولت فيلر، وعندنا بس فيلر. بالنسبه للاي ماكس اللي احنا نصيح له اي ماكس وهو اي ماكس هو الليثيوم داي سيليكيت، يا كاتيجوري ينحط ينحط بهذا النص هو كلاس وطولت فيلر. بالنسبه للفيرد سبارتك بورسلين او فيرد سبار اي ماكس يا كاتيجوري ينحط بالاول اللي هو ما بي كلاس فقط. شنو؟ فقط ما بي قصدي كلاس فقط كلاس. بالنسبه للزرقوني ما بي كلاس بالعكس. تفهمون ولا لا؟ يعني هاي الصوره الاولى بيها كلاس؟ لا. اللي هو احنا قلنا الكلاس شنو راح يكون فوارت او كلاس او اي نوع من الكلاس ما بي. فهنا انا شو يعطيكم؟ يعطيكم اوبتيكال بروبيرتيز عالية. هنا خطة شوية فيلر وشوية فيلد سبار او رزن ماتريكس. هنا انا ماكو بس جلاس. اوكي؟ اللي هو هذا. هذا احنا نصيح له فيلد سبار. اللي هو بس رزن، بس ماتريكس، ما في فيلر. هذا مثلا تريد تصير تريد تغير لون او تريد تصير لاستم او عندك بس شكل يعني الشكل مالتها معاجبه تريد تسويها بس الشكل مستطيل او تطول او تقصر فتستخدم هاي النوعيه. اوكي؟ شويه شفت الكلوجن تروماتيك كلوجن او حافه على حافه شويه تضيف فيلر فصار عندك شويه فيلر شويه رزق فصار عندك هاي النوعيه زادت تكنس. تريد قوة ما تريد جمالية تريد تستخدم زرقوني بس فيلر ماكو رزن ماتريكس. اوكي؟ هذا الكلاسيفيكيشن او الكلاسيفيكيشن فاين تمبرتشر هذا ما جاوبكم فيه.
قاعد اقول رسائل كوميونيكيشن. بارت الديكروج قلت لكم كم طبقه. اول طبقه يسوي بها ماسك يسموها كور. ثاني طبقه يسموها دنتين اور بودي. ثالث طبقه يعني هسه الاوروبيين وصلوا 7 طبقات هم اقول يعني 8-9. فلهذا الكروس مالته كلش عالي يعني ياخذ $200 احسن بس بالمختبر. ليش؟ لان قاعد يشتغل بساعتين كل سنه يحط له 7 طبقات 8. طبعا كل ما يزيد الطبقات لايرز كل ما يصير جماليه احلى. جماعتنا هنا 3 طبقات طبعا. بارك الله قلت لكم راح احكيكم على المختبر مباشر. تريدون احكيكم على المختبر شلون يسوون ولا تريدون؟ اول طريقه باودر كومبنسيشن. يعني شنو باودر كومبنسيشن؟ يعني هذا من يجيب الطبعه مالتك ويصبها يقعد يجيب شيشه بها باودر شويه يحط باودر ويجيب مي ويجيب فرشه وكلينكس يحط السن قدامه يخبط الباودر ويا المي ويشيل الفرشه ويقعد يرسم ورسم اول طبقه طبقها للفرن طلعها رسم ثاني طبقه طبقها للفرن طلعها رسم ثالث طبقه اخر شيء يحط الجليزنج ويدزنج. ها؟ الجليزنج اخر شيء هاي يسموها باودر كوندنسيشن. لا هاي اذا اشتغلت فيها بهاي الطريقه هو بالمختلف اوكي؟ اذا اشتغلت هاي يسموها باودر كوندنسيشن تكنيك. يعني هسه جايب هذا المتر طبعا المتر موضوع بوحده ما ادري وقت فيه. جاب الفرشه حط نقطه بعدين حط نقطه بعدين سوى سن بعدين طبوها فرن ويظل هيجي لحد ما يكمل السيراميك اوكي؟ الفرن شو يسوي؟ السيراميك مو واكسينج وبعدين متر وبعدين يعني المراحل هاي المتر للمتر ذاك الكاستنج لوس واكس احنا ما بدنا نحكي على المتر بدنا نحكي على السيراميك. الفرن شو يسوي؟ يسوي سنترنج. ليش بعطيكم هاي المعلومات؟ حتى بالمختبر تعرفون تحكون وياه. قلت شلون قلت دكتور هاي سنتر راح اسوي لها يعني قبل الفرن سنتر يعني سنتر. سنتر بشي يسوي بالحراره العاليه هذني الذرات تنجز يعني مبدع الهواء البنات يروح اوكي هاي يسموها سنتر. هاي الباودر كوندنسيشن تكنيك يجي بالفرشه يقعد يرسم اوكي يطلع من طبق الفرن يطلع فرشه. ايوه الطريقه الثانيه اسمها سليب كاست. كاستنج شنو؟ جيب هذا الطبعة مالتك يصبها من يصبها يسوي واكسينج. هاي الطريقة لوست واكسينج يعني شنو واكسينج؟ يعني يجيب شبع يقعد يرسم السن يقعد يرسم الكرام رسمه وكلمه اوكي؟ سوى البرج مالتك بشبع او الكرام مالتك بشبع حط له سبرو هذا يسموه سبرو وحطه بالبستنج رينج اذا تتذكرون وحط فوق انفستمنت ماتيريال ويدخله فرن. من راح يدخله فرن؟ ايش راح يسوي بالشبع؟ يموت يموت صح؟ تذكروها ولا ما تذكرون؟ من موع الشبع مكان هذا الفراغ شو يصير بعدين؟ يجيب السيراميك يخبطه يديره راح يطب الفراغ بالتالي راح يطلع لنا سيراميك. عندنا الطريقه الثالثه اسمها بريسنج اللي هي هاي الطريقه المتداوله هاي بريس يسموه بريس ضغط. نفس الفكره هم يعني يجيب شمع يسوي بالشمع يسوي بريسمنت ويحطه. بس هنا ايش راح يجيب؟ راح يجيب البلوكات مال سيراميك اللي هي موجوده بالسوق. شو يسوي لها؟ يحطها من فوق ويضغطها يطبوها جوا. بالحراره راح تمر تطب بمكان الواكس تشوف هذا
هذا مكان الواكسنج مارك. راح يرمون السيارة يكون ناي طب الفراغ يطلع هو يطلع البلاسمنت يكسره بالشاكوش راح يطلع هيجي يكسره بالشاكوش راح يطلع هيجي بعدين يقصه بالنار يقصه يسوي له بولشينج وجليزنج ويرجع. هذا البريس يحط هاي المستطيل القالب يحط يدوس الطبول طبعا يعطي وقت للتايم للنشر هو الفرن من كيف ينسد ينغلق البوابة هذا من يمو راح يفوت وين بالجبس من اسم المتين الليثيوم دايسلفيت اللي هو الليماس. طبعا ليش الليماس حلو؟ لان يعطيكم مواصفات حلوه منها سترينث مالته 470 ام بي تقريبا مقارب للسن. طبعا هاي اللي يستطيع هاي الديكيشن اوف مالته. هاي الطريقه الرابعه اللي هو كاتكم كاتكم لاكو طبعا ولا هم يحزنون الحاسبه تجيب الكاس مالتكم ناخذ له صور بالكمبيوتر زين وبالكمبيوتر تكتبهم زين يبدي هو ال هذا السكالر طبعا وعدوا بالحاسب يلعب يصمم طول الكام كيف بعدين ينطي امر للميلينج مشين يسموها الميلينج مشين بالعربي يعني شنو آلة الخراطة يسوي ملينج نسحنها ملينج هذا البرنامج راح اشرح لكم عليه سنطار يسموه اكزو كارت ما اعرف ليش راح يشرح عليه ليش يفيدنا ما اعرف احتمال يشتغل انت كل شيء ها؟ ما فتح مختبرات حسين راح تصير حشو خمسة طبعا هاي النقطة الزاوية شنو؟ هاي الهاي سبوت. هاي شغله بالمختبر احنا ما نشوفه. بس انا كنت قبل اروح ابعد هيل ما صرت. كان اللي واقف. شوف فورت بلوكينج بالملينج مشين هاي اسمها ملينج مشين. خرطتها بالنصرتها. هذا جليزي هذا شباب هذا البخاخ جليزي زين هذا جليزي شنو فاتح الانجليزي؟ دمعة لا مو دمعة هذا الفرن شوفوا شباب هذا سنتر طبعا من تحط هذا الفرن صار بشركج هي قدام هو من يسوي خراطة يسوي حجم اكبر حتى من يسوي شركج يرجع الحجم الطبيعي طاهي حتى بس الكاست هو هو يسموه انترا انتو شايفين الكاست من الدزول المختبر شلون ياخذ صوره؟ فوت الجهاز. ايش يسوي الجهاز؟ طبعا مثل المنقله يضمه بعدين الجهاز يسوي؟ يميل ياخذ له صوره كمبيوتر، يميل ياخذ له صوره، ياخذ له صوره من كل الزوايا. الكاست اللي انتو دزيتوا اللي هي طبعا. زين؟ من اخذ له صور من كل الزوايا نزل بالكمبيوتر بعد هو. اوكي؟ بس من يسوي له خياطه يسوي له البوليوم مالته اكبر 20%
حتى من يطلعوا الفرد طبعا كلها محسوبه قياسات كلها محسوبه يصير بي شرينكج 20% يرجع القياس الطبيعي. دكتور بالعادة إذا ناخذ طابعة نصبها إحنا لو ندزها المحتوى حسب السيليكون. طبعا السيليكون مالتكم شنو لازم؟ اديشن سيليكون. اديشن سيليكون. إذا أخذت اديشن سيليكون، الاديشن سيليكون ما يصير بها دايمنشنال تشينجز. فتقدر يوم يومين عادي ماكو مشكلة بينما توصل للمختص. بس إذا طالعة مالتك كوندنسيشن سيليكون لا تسميها دايمنشنال تشينجز. لازم بس يصير. بالنسبة للطبعة شباب بالنسبة للطبعة الانديشن ماتيريال التكنيك طبعا عندنا سنجل ستيج تكنيك عندنا دبل ستيج تكنيك. احسن شيء بالنسبة لكم اذا السن ما بيشي يعني تاخذون طبعة بالبداية بالهيفي بودي قبل التحضير وراها تحضر وتكمل تسوي تحط لايت بني ترجع الهدي مالتك اخذته بالبدايه تفوت. اوكي هاي اسهل شيء بالنسبه لك. حتى لو تشيس نايلون لا لا تسموه قاعد المراجع لا اسوي لك راح انطيته بلت شو اسوي؟ اجيب هيفي بودي اسوي له ميكسينج واحطه بالتراي واخذ له طبعه واطلعه حطيته على سطح اجي اشتغل تبنج خلال هاي الفتره اجي اشتغل اكمل الكران مالتي احضر الامور من شنو اريد اخذ فاينل او شيء اجيب هاي الطبعه اللي اخذتها من هيفي بودي لايت بودي خلي لايت بودي مكان السن اللي حضرته وخلي لايت بودي فوق السن الحوص يعني الساتيميشن مواده وفوت هاي طبعا نفس الهبي بودي وفوتها وفوق بس بابا فاينل اوبريشن فهمتي؟ او هاي قبل التحضير مثل ما قالت الدكتوره قبل وبعد نسيت تاخذ بالبدايه شو اسوي؟ كمل التحضير وهاي اريد اخذ طبعا اجيب هبي بودي اخلطه واحطه على التريل اجيب جلوفز نايلون هذا من الدياجنوستيك جلوفز نايلون احط عليهم راح يشتغلوا سبيس واخذ طبعه بس بالهيفي بودي وتشيس النايلون اطلعها قبل نص الفاينل سيت اخبط لايت بودي وارجع اكبس. اوكي فائده الهيفي بودي راح يخبط اللايت بودي حتى يفوت جو هاي بعد احسن. الطريقه الثانيه انه كملتوا تحضير بتاخذون طبعه المساعدة مالتكم او المساعد يخبط هيفي بودي وانتم لازمين المسدس مال لايت بودي بيدير اللي هي احسن طريقه تضغط اللايت بودي انسايد بيشنت باور يعني على الفينشنج لاين والمساعده تخبط الهيفي بودي برا ترتب لكم اياها على الطريق انت مو تضغط بالمسدس وتكمل تاخذ المسدس على صفحه المفروض المساعده ذكيه بس بيدك تحط الطريق بيدك تجي تكبس الهيفي بودي راح يضغط اللايت بودي راح يفوت جوا بالسكس. اوكي؟ ايش قد تنتظرون؟ طبعا اكوردنج تو ذا مانيفاكتشر 7 انفورميشن اكو شركات تقول لك 2 مليون اكو 3 مليون اكو 5 مليون انت انتظر اكوردنج تو ذا مانيفاكتشر زيد اذا غير ليش؟ لان هذا السيليكون من يصير بي سيت من يصير بي سيت طبعا موضوع طويل ما اريد ادور من يصير بي سيتنج تايم اكو انيشال سيتنج تايم واكو فاينل سيتنج تايم فانتظروا يصير الانيشال والفاينل لا تسوي انيشال سيت انسايد بيشنت مود وتسوي فاينل اوت سايد زين خلوه كلها جوا بيصير
حتى لا يصير عندكم دائما شروط. بالنسبة للطبعة أول شيء تأخذوها برمي لوكتري. برمي لوكتري. مو هاي المزرفة. ما بيها زلف. مو البرفريتر تريد. ليش؟ لأن الرمي لوك من راح تضغط. أو قصدي عفوا البرفريتر من راح تضغط. الضغط يرفع الهبي بودي يطلع من الزلف. فراح الفايدة ما الضغط ما تكره. الرمي لوك من راح تضغط ماكو مكان ينفذ إليه. بس أمكان. فراح يتجه نحو وين الأكسس. تجي هنا هو فينيشينج اوكي فرم لوك تشترون رم بالنسبه للتريل تقيسوها لقدام قبل ما تاخذ طبعا تقيسون السايز دائما سايز يعني يكون كبير ما يدخ مريح للمراجعه موجود مثلا موجود اذا ما عندك فرم لوك شو تسوي؟ سدها بال عادي لا مو بالواكس هذا ما طبخ الومنيوم فويل هذا شو يسموه؟ سيليفون سيليفون غلفه بالسيليفون وخذ بيها تشتغل ولا تعب ايش طريقه مو؟ بعد طبعا كلش مهم اي غلط بيها شغله كلها غلط زين طبعا من تنزلها مو تنزل صفحه تنزل صفحه كلها سوها كلها سوها اذا نزل الصفحه صفحه راح تطلع جهه على المكان اي سوبر بوزيشن راس اللي قدام ينزل راس زين بعد شو تكون سكت هواي شغلات هواي اخطاء تصير بالطبع كل شيء هواي زين ويفضل طبعا تصبوها فيديو النوبات تم نصبها اكو هذا الستون السريع كلش نص ساعه تصبها تفتحها تقول للمراجع قاعد برا تصبها تفتحها شوف بها اخطاء لان انت ما راح تصبها وتشوفها بعينك مو مثل ما تشوفها ساكت تشوفها بها اخطاء مدري شنو طالع فيه شيء ثاني عيد ما دام قاعد برا عيد احسن ما يروح ينبي ثاني يوم ويجيك وبندج من جديد شوف ثقيله بالنسبه للتمرر كراون عندكم تو تايب اكو كوستم ميد واكو جاهز الجاهز تشتروه يجي عباره عن لا هذا الجاهز يجي عباره عن يجي نوع من انواع المتر جاكيت نفسه تقصوه الواجهه وترهموه ها فاشل ايه ويشتغل فوقه احسن شيء كوستم ميد انت تسوي شلون تسوون؟ تمرين تاخذون طبعا قبل التحضير تطلع يعني هسه صار عندكم طبعتين واحدة للتمراري واحدة للمعلومات. التمراري يعني اخذها قبل التحضير. قبل التحضير. ناخذها على سطح. وعرضاتي وكملتي كل شيء. تجيبين هاي التمراري كراون ماتيريال تبيعوها. تحطيها بالتحضير اللي قبل التحضير وتكبسي. تصير سيف طلعوها تعدلون المارجن. اكو لما يجي لهم تمراري سهل تشتروه تحطون بها وتكبسوها. يعني سمنت لازم لا تي اف تلزقها ولا انجينول لان انجينول يمنع البوليمرايزيشن شنكج اوكي هل انجينول تمبراري سمنت رخيص هاي الطريقه الاولى الطريقه الثانيه شنو؟ بالبايوستار جهاز بايوستار مع جماعه الوقت اذا تريد تحط مثلا تحط اسنان تصفطها مثلا جاهزه تكبسها بالواي ستار وبعدين الواي ستار تستخدمها كتمراري ورجل دكتور ما تسوي كاست نخلي عليه الواي ستار يعني مثلا عندك لونج سبان بريدج او تريد تلبسه تمراري قبل ما تسوي التحليل تريد تشوف شنو تاخذ له دياجنوستيك كاست طبعا وصلها لو تشتري مش معك مالمختبرات وشمع وانت تسوي الاسنان بالشمع لو تشتري هذا السيت مال اسنان مال صناعه مال بوس الصافطه فهمني؟ ايه الصافطه تحطها بالبايستر تحط هذا مالتك الكعكه وتكبسه بعد يطلع عندك قالب ولا بريدج كامل
هاي خصوصا اذا كانت تريد تشتغل مثلا هاي بن علي تريد تعدل مارجن تجيب بون تسوي سيرجري تقول له روح ثلاث اشهر خم ايضا بدون اسنان ثلاث اشهر حط له هذا الاول اوكي بعد سؤال طبعا عندي يعني تقريبا 10 محاضرات 9 كل عندي عباره عن محاضرات باوربوينت عندي بس يعني بعد ما اقدر يعني كمصطفى باكر تكنولوجي بعد ما اقدر اذا تريدون